بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل شباب بالنسبة للإكزامبل. الإكزامبل يقول the content of the PC in the simple home computer is 3AF بالهكس، وال content of the IC هو هذا، وال content of the memory address اللي هو هذا، قيمته شقد موجود بالميموري هذه، وال content of the memory بالعنوان هالقد، قيمته شقد هالقد. What is the instruction that will be fetched and execute؟ شنو المفروض انه الإعاز اللي راح يتنفذ او يتم جلبه ويتنفذ. Show the binary operation that will be performed in IC when the instruction is executed. من يتم التنفيذ بالاي سي ايش راح يصير، شنو هي الاوبريشن اللي راح يصير عليه بداخل الاي سي. Give the content of registers، هذه الرجسترات تنطيني شنو النتائج او القيم الاخيرة ما بعد انتهاء الـ instruction cycle. يعني المفروض هسه اني على هذا المعطيات اللي موجودة بالإكزامبل، المفروض انه انا اسوي التصور شنو اللي دي يصير او شنو الـ operations اللي دا يصير او المايكرو instructions اللي دا يصير داخل السايكل. فاني سويت لكم فد نموذج بشكل مبسط حتى نعرف الرجسترات شلون يتم التعامل معها. هنا أنا عندي رجسترات اللي هي البي سي والاي سي والاي ار والادرس ريجستر والداتا ريجستر، وهنا أنا عندي هذه ميموري. والمعطيات اللي موجوده بالسؤال تقول انه البي سي قيمته 3 اي اف بالهكس، العنوان هذا قيمته بالميموري هذه، زين، والعنوان هذا قيمته بالميموري هذه. هسه صار التصور واضح، وهذا هو المطلوب بالهومورك حتى اشوف مدى استيعابكم او فهمكم للمادة. نجي هسه نرجع للمثال او شلون انه تتم عملية شلون تتم عملية التنفيذ من خلال انه انفذ الثري فيسز. بالنسبة للفيس الأولى شو تكون عندي هنا؟ قيمة البي سي راح أخليها بالاي ار. أنا عندي هنا بالفيتش، بعملية الفيتش عندي تي زيرو وتي ون، إذا تتذكرون قبل شوية حكينا بالتي زيرو شو راح أسوي؟ قيمة البي سي اللي موجودة وين راح أخليها؟ راح أخليها بالاي ار. أوكي، هنا هسا قيمة البي سي هي 3 اي اف، فصارت الأدرس ريجستر قيمتها هذه، زين. هسه شي يريد من عندي عملية جلب الإعاز انه اجيب محتويات الميموري للاي ار، محتويات الميموري للاي ار حسب ما موجود بالمخطط. فراح اجيب المحتويات اللي هي شنو المحتويات اللي قبل شوية شوفت لكم اياها بالميموري، هي هذه بالهكس، وبعدها راح ازيد البي سي بواحد وتنتهي عندي عملية الفتش. زين، هسه عملية الديكود راح تكون انه انا احلل الجزء الخاص بالاوبريشن والجزء الخاص بالانستراكشن او الادرس ريجستر. فهنا أنا عندي من الصفر للدعش قلنا هي ادرس، زين. انا هنا أنا شي يقول عندي؟ دي يقول عندي هنا 6 و 3 2 اي. فهنا هذا الجزء هو شي يمثل لي ادرس، هذا يمثل لي ادرس، وهذا شيء يمثل لي الاوب كود. زين، شلون عرفت انه هي عمليه اد؟ عمليه الاد لانه اذا تتذكرون، خلني ارجع لكم شويه هنا الجدول، انا صح ما طلبته من عندكم بس حتى للتوضيح، انه هنا عمليه الاد هي اذا اجى 6 على جهه اليسار والثلاثه البقيه قد ما تجي اي قيمه هي تعتبر عمليه اد. اوكي، فحتى بس تكون الصورة واضحة انه شلون دا اتم احتساب هذا الجزء الخاص بالانستراكشن ريجستر. زين، هسه البقية هي تمثل لي عنوان، هذا العنوان موجود لو لا؟ اي نعم موجود، هو قبل شوية انطاني اياها بالمعطيات، يقول انه هذا الـ 32 اي موجود بالميموري وقيمته موجودة امامه. زين، نجي هسه حتى ننفذ الإعاز، فإذا محتويات الميموري اللي هي هذه
الإعاز اللي إحنا سوينا لعملية الفتش، هذا القيم مالته هي هذه، راح تجمع مع منو؟ تجمع المفروض مع قيمة الأي سي، الأي سي اللي هي محتوياته أصلا مذكورة بالسؤال، فراح تكون عندي ناتج جمع هذول الاثنين هي هذه القيمة النهائية. زين، هسه صار عندكم تصور واضح على كيفية انه ده تتنقل المعلومة، او انه شلون ده يتم عملية الفتش والديكود والاكسكيوت. اريد من عندكم الشكل، راح انزله كصورة، انه تحطوا لي بالرجسترات ايش قد القيم النهائية، واني ان شاء الله راح انزل الحل مصور فيديو بشرح كامل، لكن اريد من عندكم شوية تفكرون بها حتى تلقون الحل ان شاء الله. شكرا جزيلا لمتابعتكم ولاهتمامكم. مع السلامة.